حصل؟ ده هجوم مدبر، شكل حد مدبره من برا. كل الزنادين دلوقتي مخترقة، احنا على وشك مقابلة كل مسجونين رايكر في فيفث افنيو. وايه اخبار الرافت؟ الوضع امن، دي مؤسسة بنظام وحدات، تأمين افضل وشبكة طاقة منفصلة. حلو، وايه اخبار ديفلز بريث؟ السمور هتتولى الامر. بتثقي فيهم؟ ما عنديش اختيار تاني. كان لازم تلبس حزام الامان. خلص عليهم بسرعه. انا هتصرف. عايزين خطة صغيرة في خطة هروبكم. ايه ده؟ دول وصلوا لمخزن الأسلحة. هو ده وحش؟ شكله وحش قوي. ده معناه ان في مسجون مع قاذف صواريخ. ايوه ده وحش، انا هتصرف. ارجعوا الزنزانات بتاعتكم، كونوا كويسين وهننسى كل اللي حصل. هو ده وحش؟ شكله وحش قوي. ده معناه ان في مسجون مع قاذف صواريخ. ايوه ده وحش، انا هتصرف. ارجعوا الزنزانات بتاعتكم، كونوا كويسين وهننسى كل اللي حصل. قذفات الصواريخ في السجن فكرة كويسة. رد من فضلك، أنا رصيد هنتر، في حد سامعني؟ معاك كابتن وتنعبي، أنت فين؟ مدخل الكهرباء، في السطوح عند القطاع ده، بحاول أشغل الكهرباء، هو أنت اللي في الهليكوبتر؟ أيوة، إيه اللي حصل هنا؟ مش عارف، في الأول الكهرباء اتقطعت وبعدين المساجين هربوا. استحمل، هنوصل في أسرع وقت. هو ده وحش؟ شكله وحش قوي. ده معناه ان في مسؤول مع قاذف صواريخ. ايوه ده وحش، انا هتصرف. ارجعوا الزنزانات بتاعتكم، كونوا كويسين وهننسى كل اللي حصل.
فاكر ان قاذفات الصواريخ في السجن فكره كويسه. رد من فضلك، انا رقيب هيدرو، في حد سامعني؟ معاك كابتن واتنابي، انت فين؟ مدخل الكهرباء، السطوح عند القطاع دان، بحاول اشغل الكهرباء. هو انت في الهليكوبتر؟ ايوه. ايه اللي حصل كده؟ مش عارف، في الاول الكهرباء اتقطعت وبعدين المساجين هربوا. استحمل، هنوصل في اسرع وقت. أنا في الطريق. في حد محبوس ورا الباب ده. تمام، دي مهمتي. تمام، دي مهمتي. Come on.
لازم اقضي عليهم كلهم. دايماً الدنيا بتبوظ مني. لجميع العاملين القطاع ألف تم اختراقه، اخرجوا منه فوراً. ارجع السجن الثاني. دايماً الدنيا بتبوظ مني. إلا جميع العاملين بطاقة من فضلك. تمام، الوضع دلوقتي بقى تحت السيطرة. افتكرت انك قلتي ان الرافت مؤمن. ده كان، يلا